اليوم الأول من جائزة طشقند الكبرى للجيدو عرف تألق الكوسوفية ماجلين داكليماندي حيث كانت أفضل رياضية بعد حصولها بالطريقة والأداء على ذهبية أقل من 52 كيلوغراما. الكوسوفية بعدما أطاحت بصعوبة كبيرة بالإسبانية أنا بيريز بوكس في الدور النصف النهائي واصلت مسيرة الفوز خلال المنازلة النهائية التي جمعت بالسويسرية إيفلين تشوب عن طريق إيبو، ويعتبر هذا التتويج هو الأول لها في إحدى جوائز البطولة العالمية. الجيدو ليس ما أفعله، الجيدو هو ما أعيش منذ 14 شهرا. تعرضي للإصابة جعلني أشعر بأنني فقدت طعم العيش، ورغم محاولتي القيام بأشياء مختلفة إلا أنني لم أكن سعيدة. أنا اليوم أشعر بنفس الشعور عند حصولي على ميدالية الألعاب الأولمبية، لهذا السبب أنا أعشق هذه الرياضة. ولحساب آخر منازلة في فئة الرجال في وزن أقل من 66 كيلوغراما، السلوفيني أدريا غومبوك كان أفضل رياضي بعد ظهوره بمستوى قوي في النهائي وحصوله على الميدالية الذهبية أمام الأوزباكي ساردور نوري لايف. تشجيعات الجماهير المحلية لم تكن كافية لصاحب الأرض لاعتلاء منصة التتويج بعد تسجيل الخصم لوزاري. عادة أحب مواجهة اللاعبين الذين ينافسون على أرضهم، اليوم الأجواء كانت لطيفة للغاية، متعة القتال ضد لاعب محلي تدفعني دوما لبذل مجهودات مضاعفة. المنازلة كانت صعبة جدا لكنني عرفت كيف أسقط خصمي أرضا وأفوز عليه. وفي وزن أقل من 48 كيلوغراما سيدات، أحرزت الكوسوفية ديستيريا كراسنيكي ثاني ميدالية ذهبية لبلدها بعد فوزها في المنازلة النهائية التي جمعتها بالمجارية إيفا سيرنوفسكي. وفي وزن أقل من 60 كيلوغراما المركز الأول حصل عليه المونغولي غومبات غولباتار أمام صاحب الأرض الأوزبكستاني ديوربك إيروزوبويف حامل برونزية الألعاب الأولمبية. من جانبها الألمانية تيريزا ستول كانت من بين المحظوظات في هذه الجولة حيث فازت بالذهب في وزن أقل من 57 كيلوغراما. ستول التي سبق لها الوصول إلى النهائي في طشقند مرتين حازت على ثالث ميدالية لها في إحدى الجوائز الكبرى، فيما كانت أفضل حركة خلال منافسة اليوم الأول من المنازلة التي خاض الأوزبكي شخرام أخادوف من أجل الحصول على البرونز في وزن أقل من 66 كيلوغراماً.